يا اهلا وسهلا بكم، ان شاء الله الناس كلها تكونوا بخير وعافيه، ان شاء الله تكونوا صايمين، ان شاء الله تكونوا حافظين قارئين القران، ان شاء الله تكونوا عملتوا شوط كبير وعاملين اولويات في حياتكم. غيبه طويله على وخياتي الاعزاء الغالب، ماكم تعرفوا كما قلت لكم الحياه اولويات او لا تكون، التشفير والماكله وكل شيء نجم نعملوها في اوقات اخرى، اما الشهر هذايا لازمنا كي نحطوا حاجه في مخنا نكملوها ان شاء الله كله بتسهيل ربي. اليوم الروتين متاعي رأيتكم بي روتين مسائي قوي برشا وتحفيزي برشا، الام التعبه ميسيلش جيت شهر هذا نتعبوا فيه وبعد يجي اشهر اخرى فيه فاكونس فيه راحة، هذيك هي الريتم اللي تمشي به الأم. دونك كما تشوفوا قاعدة نرجع في فرس القراية، الريتم قوي بيان سور بديري مما بساعتين، أنا خاطر وليت حتى فرس نجيبه في نص نهار باش يفطر، تو نحكي لكم نهار علاش. ولهنا تعديت الخضار باش نشري شوية خضرة هاكم تمتعوا معايا، شوفوا لي الاسوين زيد البنات اللي عايشين في تونس وقولوا لي دراهوني اغلى ولا في تونس اغلى. دونك الفلفل هذايا دورو معناها قريب 6 اورو تونسيه، 7000 تونسيه يا ربي. كيف الناس كل حالنا كيف اي حال، وهكا كان معناها المره باش تقتصد اهم حاجه في الاقتصاد انك تشري ما يلزمك والكونتيتي اللي تلزمك. نشري شويه هكا خضره، تعرفوا توا حتى في اخر الايامات هذي واحد ما عادش ياكل، اما كمام شويه خضره هكا باش معناها يتقوى. وقولوا لي شنو قداش نقصتوا في الميزان في رمضان؟ الحمد لله توا 3 كيلو وفرحانه برشا، صدقوني حاجه من الحاجات اللي جات بتبيعتها، هي ما كنتش بروغرامي ليها مي جات تحقيقها والحمد لله يا ربي. كيما تشوفوا نشوفك الفقوس هذاك اللي نسميه مصري هنايا، هذايا خضار معناها لل مشو السوبر ماركت خضار نشريو فيه الخضره والغله هكا كي نضطر، وفيها كي حاجات كيما نقولوا عربيه هكا الحسيب. قولوا لي شنو عاملين البنات، والله توحشتكم وتوحشت التصوير والقناه نتاعي، خليتها كي كان ميسيرش تو نقفلها بعد رمضان الحقيقه وبعد الامتحانات نتاع وليدي، زاد من الحاجات اللي مهمه برشا توا تعرفوا اخر شهر، ونقول لكم توا اخر شهر يلزم الشريط مقوي بركه العائله كامله تقف باش ان شاء الله نتجاوزوا هالامتحانات بسلامه ونتعديوا للمراحل الاخرى. تعرفوا كيكم مروحين تحضير المرواح، اشتريت المرواح الحسين وعندي لكم سوربريز، شريت من بلاصه نصحتوني برشا باش نشري منها، وديما تقولوا لي شدي عمل لنا فيديو ماك البلاصه هذيك منين تشري، هاو شريت منها حوايج ويجي لكم ان شاء الله ونعمل لكم زيدا التجربه. نعرف برشا بناتي مش كيستيون معناها ياخذوا برايك، نقول لهم حاجه راهي تستاهل تستاهل ولا ما تستاهلش الحسيلو. نعرف البنات الكل توا هكا قاعدين تحضروا شويه حلو، زيدا في الفيديو اليوم باش نحضروا معاكم غرايبه بنينه 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 تهبل بالحق. الغريبه راني انا نعملها على الاخر بنينه ولا تفترش لحتى شيء، تصوروا انتم من ماضي ساعتين نتاع العشيه نعمل هالريتم هذا كلها، خاطر حتى في الليل نقعد نخدم شويه. وفما اخت قالت لي معناها حتى البدن علينا حق، البدن علينا حق، اما ما نجمش نسلم لا في رمضان لا في قرايه ولادي لا في مسؤوليتي الا غالب نتعب هكا، وبعد شي سلعه سلعه كيس قهوه في البلكون ولا هكا تروح بحضنك ترتاح. نحاسيلو نفدلكو البنات هكا نعمل بكم دوره وقاعده نتكلم وحدي. لهنا ماضي ساعتين يبدا حتى تلين راقدين لهنا ما فما حد. نتصور الناس كل ما عطينكم هكا في الماكله لحتى شيء حاجات خفيفه حاجات صيفيه، لا والله احنا لهنا شتاء عنا وبرد هكا شويه عصائر شويه سلايت حاجات خفيفه. اليوم باش نعمل معكم زيد الطاوله رمضانيه هكا باش نصوروا شنو عملت الحاجات اللي خفيف نعملهم في ساعة في ساعة زادة، واش تعيشوا معايا نهار على طبيعتي مع عائلتي مع ولادي كيفاش هكا نجري من الحق. والحمد لله الكل بأجره إن شاء الله، دونك هذا هو العطار كيفاش يبدك عطار تونس. هيين بعدو ما سمعت شنو شتا؟ اوكي باي توصل تدك وصلت لهم حطيت الرايم مش يعملهم وين ماشي باش نجيب فروس.
حليلي حليلي. ريان سكر الباب ماما. كي دي لابورت. حليلي حليلي. ولا سقيني ني حزت. شنو نسيت انا؟ المسكينة انا جانا نلبسو فيها تو. جانا نلبسو فيها المسكينة. يا حليلي حليلي. والريح. شوفوا الريح. الحوايح. الدنيا ما تقسى محليها. اما الجو ربيع اما مش شعيري حسي بقولوا لي انتم شنو عاملين شنو حويلكم. مشيت جبت فروسه من القرايه ديريكتومون للكوجينه معناها ايدو في تخوه على غالب هذه هنا باش نعمل غريبه دروع ابن غريبه نحبها. خلينا كتبسي متي انا باش نبداو ونتوكلوا على ربي في الحلو. اليوم معنا الغريبه نتاع الدروع. ان شاء الله الناس الكل هكا تبداو تلقاو الدروع. نعاود نقول الدروع تلقاوه في اي جزر موجود عندهم. باش ناخذوا 300 غرام دروع باش ناخذوا عليهم 100 غرام فرينه صفر صفر باش ناخذوا عليهم 100 غرام لوز ولا بوفريو عندكم مهروش معناها مرحيه بالقداء. نصهم هذوكم باش ناخذوا زيت زيتونه. اما زيت زيتونه نبهكم البنين نصبوا بشويه بشويه مع على مراحل معناها باش نبسوها على مراحل. شوف تاخذ لنا 250 تنجم كيما تاخذ لنا 200 غرام كيما لاحظتوا عملت نشي وعملت خميره جاتو باش نبسوها بالقدا بالقدا باش نبسوها مش باش نخدموها باش نبسوها باش نخليوها تخمر لو طون اللي انا نمشي نحضر شقا الفتره نتاعي نرجعوا لها في الليل باش نخدموها. اهم حاجتين تتبسس بالقدا وترتاح بالقدا. دونك شوف كيما شفتوا مبسه اهو كي انت تجربها تلملك هذي تحطها او تغطيها وتمشي ترتاح على روحها على الاقل بنيت ساعتين تشرب بك الزيت الكل. باهي توا نتعديو شقان الفطر. شقان الفطر كما قلنا الدنيا سخنت شويه لمحاله ولينا بلفتو وحاجات سهله ماهله كيما تشوفوا باش نعمل لكم حاجات سهلين ماهلين ما يتكلفوا ليش. اللي ما خدمتش برشا نعرف القناة تاعات نعرف اللي معناها ما كنتش معاكم من تصور راني نعرف اللي ونعذركم ونعذر روحي بالحق ريتم قوي وواحد يشوف منه من روحه برشا مشاغل امتحانات مع زيد شويه تحس ال 15 يوم الاخرين في رمضان تعب الناس كلها حسيت وانا ما نتلقيه البنات خاطر بالحق البدن نتاعنا ما عادش فيه. هذه هي الحمد لله شنو طيبنا اليوم مواصفات نعطيكم سهله مهله. عملنا سلطه الروز. سلطه الروز لهنا البنات فوحتها بسلطه مشويه وعملت فيها زيتون وعملت فيها تون ما عملتش السلطه العاديه. هذه الشوربه من البارح شوربه العدس ولينا اكثريه نعملوها هي الحقيقه والبيتزا. وهذه الروز بعد ما نصمتو ونفورو كل شيء نعملو بسكالوب هكا الولدي الكبير وبالصلصه الولدي الصغير والحمد لله. هذه كاسيت خوناد والجيم تاع فخاز هذه هي حاجات سهلين مهلين. فطرنا والحمد لله وتعدينا حطينا كل المعينات في غساله المعون وتعدينا باش نخدمو الغريبه نتاعنا. هذا هي الريتم نتاعي كل قلت لكم كل نهارين نعمل حاجه ان شاء الله مازلت باش نعمل برشا حاجات حتى باش نعمل كعك ورقة سي قضيت له الحاجات نتاعو زاد اليوم وانا متعديه منحاسيلو باش نعمل معكم باش نعمل صابلي انا لولدي زاد عندي روسيت بنينه برشا. نرجع بكم لغريبه الدروع. لغريبه الدروع لهنا خذيت زاده بوفريوه ولا لوز اللي عندكم البنات ولا حتى جلجلين هروشتهم هكا معناها حطيت في ساشي وضربتهم بالمهريس مش ريحتهم بالمكسور نحبهم هكا حبيبات معناها تتقرمش. وتاخذ هذيك اللي تحبها انت كيكسوات نجم تفطرها الكلها وتحطها بالاشكال اللي عندك. كان ما عندكش شكل وتحبها تعملها هكا بشكل حلزوني اعملها هكا وبعد تخدمها وتروليها فوق
اكا اللوز هذاك. يقولوا لي البنات شنو عملتوا المارفيت، عملنا البسكوي ساي كملناه. هذه هي انا طريقتي البنات، نبدا 15 يوم الاخرانيين كل مره نعمل شويه حلو نذوقوها كي، ونعملوا على طريقتي، انقص سكر انقص. قلت لكم والله العظيم راني 3 كيلو معناها كما شفتم، عمل ما معناها مش زيوت ومرق ونونو، حافظت الحقيقه والله عن غيري قصد، خاطر انا عملت سيستم اللي نهار نطيب ونهار لا، والحق ما معناه ما كانش عيني برشا هكا في الماكله، ديما تجيني هكا رغبه باش ناكل حاجه حلوه مع قهوه ولا حاجه. هذيك علاش خمس ديما، حتى البنات تفرجوا فيا قبل، ديما رمضان 15 يوم الاخرانيه نبدا كل نهارين نعمل حاجه حلوه. والبنات والله العظيم لاني قاريه حلوه حتى شيء، برام اختي قريت ورا معناها نطلبها كنهار تبارك، عطتني وصفه البقلاوه قريته في تونس، ما نجم نقد الحلو الكل والله العظيم. ما كل شويه تعرفوا البنات كي تعملها العام الاول تجيك غلط، العام الاول تحسها ناقصه تحطها في مخك، وهاكا العوام الاخرى تجيك قد قد. هاكا لا عندي القلب لا مقروض لا حتى شيء، ما عنديش انا ان شاء الله كي نروح تنجيب برشا ادوات. برغم مانيش مكلين في الحلو كما شفتوا، مين نعمل الحاجات بطريقه صحيه يومي يتبدل فيهم حتى شيء، صدقوني كي تنحيوا السكر ما يتبدل حتى شيء. قولوا لي البنات شنو تحبوا حلو نعمله لكم، معناها بطريقتي سورتو الناس اللي تحب حاجه صحيه تو نعمله لكم. قولوا لي تحبوا غريبة حمص ولا لا، انا حقيقه كلها كان راجلي ما نعرفش كان تحبوا تو نعملها، كان واحده من الاخوات تحبها تو نعملها. دونك هكايا سهله مهله والله ما شدنيش وقت، كما قلت لكم في العشية نحط مسلسل ولا واحدة من البنات نتفرج فيهم ونخدم حاجة حلوة بعد ما نلم الكوجينة. هذا هو اليوم الحلو متاعنا، طبيق متاعنا، عملوا لي زوز أطبقة، سمحوهم هكا تستويهم راهو يجيوكم مزيانين، تعملوا حتى شويه جلجلين ولا حتى هي كيكه تعمدها بحق بنا ومنفع الحق من الغريبات اللي انا ننصح بها، الغريبه الدرع بصراحه على غريبه الفارينه وعلى غريبه الحمص نحسها عندها قوة سبيسيال. وردوا بكم راهي تتحرق معناها دو بلاش ماكسيموم 10 دقائق انا نحطها بالفنتيلاتور باش الهواء يدور الكل. وما عاد ما عاد فيه رمضان، نهارات بركه بدينا بتحضيرات رمضان، توا هنا في حلو العيد. البنات المتغربين نحبكم تاخذوا الانرجي كلها من عندي، تاخذوا كل والله هذا كنت راني نجم نقعد حتى بعد العيد، اما تلمو نحب نقول لكم معناها تمتعوا بالنهارات، تمتعوا بايامكم، عملوا شويه حلو هكا الحاسيلو ان شاء الله يا ربي هكا شريتوا حوايج عيد لولادكم ولا لا حاسيلو. احنا رانا نعملوهم الكل في الغربه بصراحه، واحد ما العمر يجري وكان عامل عوام هذيك تفلتو تحس بذنب نهار اخر تجاه اولادك، هذا هي الحلو. دونك هذوكم شريهم راجلي الولد يحبهم على الاخر، تعرفوهم حلو ايطاليا ما حلو برشا راهو. هذه هي قهوتي اللي ديما نحب نشاركها معكم مع الحلو اللي نصنعه بيدياتي، حتى كان في الغربة لاني قارية حلو، لاني مانيش مغرومة أصلا أنا باللي غسيت متاع الحلو، أما صدقوني نعمله وحدي وحدي راهو فما حاجات ما تحب من ما يزمهيش تصعب عليكم. عملي ولا عملت بقلي وعملت كعك الورقة عملت، قولوا لي البنات كان تحط تحبوا تاو نعمل لكم معناها بلاي ليست ونحطه لكم في الكوميونيتي وتشوفوهم. عملت الحلو الكل، والبنات اللي عايشين هوني كان عندكم حاجه تحبوا تسالوا بالضبط منين باش تعملوا بها الحلو قولوا لي. بالنسبه للفارينه فماش فارينه كعك ورقه، اما فما الفارينه هذيك صفر صفر باريلا انا عاملني وعملت بها كعك الورقه هي تجي باهيه، برغم فما فارينه واحده اخرى اما ما ننصحكمش بها، باريلا هي احسن فارينه حتى في البيضيه بيضه شويه. الحاسيلو ان شاء الله وسط الجمعه هذه باش نعمل لكم كعك الورق كان خلينا ربي. هذه هو حلونا اليوم،
سامحوني على البنات كان هكا نغيب عليكم ولا على غالب، مي تعرفوا راكم شوفوا معناها، حط انتي روحك اكزامبل. والله بالحق راني نجري، اما الحمد لله يا ربي تعبه، مي عامله كل شيء، كي نوصل نحقق كل شيء ورمضان ما يتعاودش ان شاء الله، الحاجات الاخرى نجم نعملهم بعد، هذيك هي الفايده والغايه. ان شاء الله تعذروني، حبيت نرجع لكم اليوم باش نعطيكم هكا هل هالدزة هذيا، ونقول لكم ما يصعب عليكم شيء، تمتعوا بحياتكم، اعملوا كل شيء حتى ببساطة وعلى قدكم. هذا هو كان نهارنا، ان شاء الله يا ربي هكا نرجع لكم في فيديو اخر زيد عن قريب. نحبكم برشا والله، ونتوحشكم برشا، ان شاء الله نلقاكم في احسن حال، ان شاء الله دياركم عامرة، وان شاء الله سوانيكم ممدودة بالحلو. وقولوا لي، اكتبوا لي في لي كومونتير ان شاء الله شنو باش تعملوا انتوما، ولا شنو ديجا راكم عملتوا. وهكا كان نهارنا، مقالي كان نقول لكم في امان الله وحفظه، ان شاء الله نتلاقاو في فيديو اخر.